السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مفيدة للمبرمجين تاب 9 بتستند للذكاء الاصطناعي اللي بيتنبأ بالأسر القادمة. يعني أنت تكتب حاجة فهو يتنبأ اللي جاي إيه، فأنت ممكن تدوس إنتر وتوفر على نفسك وقت. هو بيدعم 30 لغة زي الجافا سكريبت والبايثون والتايب سكريبت والجو، وده يحسن جودة التعليمات. يعني الأخطاء هتقل إن أنت نسيت حاجة وكده، زائد ان انت ممكن تسطبها على الفيجوال ستوديو كود، او تسطبها على البي شارم، او تسطبها بي شي بي ستورب. يعني تشتغل على منصات كتيره جدا، فبشرط ان انت تسيب اللي انت متعود عليه. برضو فيها 3 خطط للاشتراك، فيها واحده مجانيه، وفي واحده باشتراك 12 دولار شهريا، وفي حاجات انت لازم تتصل بيهم عشان تعرف المناسب ليك لو انت شركه كبيره او كده. لو انت عايز تدخل على البرايسنج اهيت، ده زيرو، في امكانيات محدودة، اكواد قصيرة، هنا بيبقى اكتر. ممكن يحسب لك بقى كام يوزر، هتدفع كام في كل شهر، وهنا اللي عايز بقى يتعرف عليك.